مرحبا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حصة تحليات وحلويات مع سميحة. اليوم راح نقدم لكم حلوة قديمة ونحبوها بزاف بزاف بزاف، اللي هي تشارك المسكر. تشارك مسكر اللي معروف في عراسنا، مناسباتنا، أفراحنا، قاعدتنا. اليوم راح نقدم لكم وصفة زمان بلمسة برك هكذا، لمسة ديالي هذا مكان. إذا بدون إطالة، الوصفة راح نستعمل فيها السمن، والسمن تاع اليوم سمن دايب. كنت عطيت لكم وصفات من قبل في حصة سابقة اللي هي وصفة بسمن ماشي دايب، لكن اليوم راح نرجع للوصفة القديمة وراح نقدمها لكم مع بعض. إذا هنا راح نستعمل السمن، سمن الوليمة، نذوب السمن في أول أمر. وعلاش بديت فيه؟ باش نذوبو ونحتاجو يبرد لي. إذا في كاسرونة راح نذوب كمية، فوالا، ومن بعد راح أكيد نكيلها. في أول أمر حنا شحال يتمشى عندنا السمن، لأنه يعني من كيفاش نقولوا، من المواد الأولية اللي نستعملوها في الحلويات تاعنا. دونك هنا زيت شوية سي بون، راح نذوبها بدون إطالة. فوالا، فوالا، راح ندير في ان ريسيبيون كل من 1 شارك. كثير من الناس ما يديروش فيه السكر، لكن انا راح ندير كميه صغيره من السكر، هكذا ملعقه تاع سكر. راح ندير فيه 2 قرصات ملح، ندير فيه شويه فانيلا، راح نوجد المزهر كما راكو تشوفوا، وراح نوجد الفارينة. الفارينة اللي اليوم راح نكيل 3 كيلات فارينة. الوغ الكيلة الاولى نجبد بيان سور صفاية نصفي، السمن راهو يدوب. عندي الكيلة الاولى تكون مسطحة، فوالا الكيلة الاولى، الثانية نصير، الكيلة الثالثة شوية برك، فوالا نديرو كيلة صغيرة اليوم. دونك 3 كيلات، فوالا السمن راهو يدوب. واش خصني؟ خصتني الكيلة تاع ليدام، راح نحطها ونكيلها ونوجد المزهر قدامي. دونك هنا صافا، نكملها هكذا باش تجيني، يجيني لاستيوس تاع السمن باش يبرد لي. ما ندوبوش كامل فوق النار ونغليه، نخليه هكذا دي مغصو، نكمل له ندوبو اوغ فو خارج النار، ونكمل نحركو باش صرالي درجة حرارة معتدلة. فوالا، يا
ريحته كيما ريحه زمان، هذيك ريحه السمن القاصحه. لكن من بعد كي نخدموا به يعني ما تقعد الريحه ما والو، البنه غير. الو نعمر هكذا حتى نعمر الكيله بيان. سيحة ونبدا نخلط بيان هكذا. فوالا، ومن بعد راح نحط الكيله تاع الزهر هنا ونضيفها بشويه. لا شفنا لا شفتو، على بالكم كاين دي فارين كي ابسورب مليح لي دام كاين لي لا، ولا شفتو الفرينه ما يعني ما كيفاش نقولوا قعدت مبسه بزاف مالغري زدتو الماء، زيدوا شويه فرينه ماشي خطا، ممكن تزيدوا زوج ملاعق اكل فرينه. هنا راني نضيف في الماء زهر ونشوف، راني درت الكيله كي شفتوني درت الكيله وراني نضيف بشويه. ممكن نحتاج نص ربع سا ديبون الفرينه ولا تشرب لي ولا لا. لا بلا ما نعجننا زيت شويه دائما العجينه دائما 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 العجين تخلوه يريح، جامي تخدموا الحبه تمتم، دائما تحطوه في كيس تغلقوا عليه هذيك نص ساعه راحه لا بات سو ديتون، ومن بعد باش نبدا نخدم بها. سي بون العجينه هاي واجده كيما راكو تشوفيها هنا. دائما فلو ريسيبيون كيما الناس زمان فلو ريسيبيون اللي درت فيه العجينه حندير فيه العقده. الوغ العقده واش فيها؟ فيها اللوز السكر وفيها السمن. الوغ دائما عندي الوغ ندير السكر، عندي كيلة سكر وثلث كيلات تاع اللوز. اللوز تاعي يكون ماشي بودره، نتاكدوا باللي اللوز تاعي ماشي بودره، يكون كونكاسي ماشي خشين بزاف. اذا كيلة سكر راني درتها ولازم لي 3 لوز. اللوز بيض وما يكونش محمص، من الاحسن ما يكونش محمص. فوالا كيلة الاولى، كيلة الثانيه، ونزيد الكيلة الثالثه. فوالا نزيد الكيلة الثالثه نكملها. والان راح نزيد السمن. فوالا سمن ملعقه، ولا نقول لكم عندي دايب، عندي دايب ندير دايب احسن، يا نقدر ندير سوا دايب سوا متماسك. بصح هنا راح ندير تقريبا درت 3 كيلات، ندير 3 ملاعق دايبين. فوالا نزيد لافاني فانيلا ملعقه، ملعقه صغيره، ونحط قدامي الماء زهر. دونك هنا واش راح ندير؟ جوفي ديباغاسي نحط الماء زهر هني، هادي اللوز والسكر سي بون. نضيف دوكا الماء زهر حتى تنطم لي العقده والسكر. هنا جيمي حطيت السكر العادي، السكر مبلور ولا السكر كريستاليزي، دونك لازم له يسو ماسير شويه.
من الأحسن هذه الأنواع تاع العقدة اللي فيها السكر العادي نخليها تقريبا نص ساعة تتشمخ ساس ماسير ومن بعد باش نخدم بها. من الأحسن العجينة راهي ريحت لي شوية. الو ناخذ هنا الوزن يرجع لكم، نقدروا 30 غرام 35 غرام 40 غرام على حسب. من احسن نتوما ولاد يعني لا درتوها في البيت ماشي حاجه كوميرسيال، ديروهم 30 غرام ما تكبروش في الحبه، واللي يحب صغير يدي وزنه 20 غرام، وهي يعني على حسب ذوقكم على حسب افراد العائله واش يحبوا. هنا هكذا كل يحبوا الكاطو كبير ديروا لهم كبير. فوالا شويه هنا هنا وهنا. ان توكا العجينه الي مانيفيك ريحت ما شاء الله. نحطها هنا ونغطيها افيك دو فيلم اليمونتير. نبدا نحل الحبه تاعي ما شاء الله. العجينه كما يقولوا الناس زمان مخالفه. راح نحل مربع ولا يعني حاجه اللي تكون ليجيرمون دائريه في لي كوتي هكذا. نحط اللوز هكذا يكون بومبي في الوسط ويعني مجبود في الطرفين. جبت كوبات دائما نخدم بالكوبات يساعدني كثير في صنع الحلويات. دونك هنا شوفوا كيفاش. دونك نلفها مليح اوتوماتيكمون راح نغلق هاد الفتحه هادي شفيسا داكوغ. من بعد جو فيغ سا. دونك الحبه تاعي هنا عباره عن حبه متوسطه راح نخليها كيما راكو تشوفوا هكذا. نستفهم كامل في السنيوه من بعد باش نطيبهم، لكن دائما ما ننساوش اون فا بيكي افيك لو كور دون باش نخرجوا كامل الهواء اللي فيها. فوالا اون فيغ سا هكذا. فوالا نزيد واحده اخرى. دائما تخلو العجينه تريح ومن بعدك الحبه تريح. تجيني لداخل فيتي قد ما حليتها تجيني شابه وبنينه. توجور عندي لو بودا يكون شويه رقيق في لي كوتي مجبود هكذا باش نبدا نحط عليه العجين. يلا بسم الله ندور هكذا. فوالا توجور لا سودور. ندور الحبة غاردي فوالا جو بيك. نحطهم وحدة قدام وحدة في السنيوة هكذايا. نخلي قدامها واحد 3 مليمتر با بلوس. دونك انايا راح نكمل الحبة تاوعي كيما راكو تشوفوني درتهم هكذا. راح نكمل نخدمهم نطيبهم نخليهم يريحوا قلنا بضعة ساعات ونطيبهم 160 درجة تقريبا 20 دقيقة ونعود نرجع لكم راح نسكروهم مع بعض. الشارك تاعنا طاب كيما راكو تشوفوا. الان راح نسكرو. باش نسكر نحتاج ان سيرو. السيرو هذه تاعي راح نديرو
تمتم ليه ليه، هو عبارة عن سكر ناعم نزيد له الماء زهر. لكن حبيت ندير انسيغو نقدر ندير انسيغو ماشي مشكل، ونقدر ندير تقريبا عندي كاس سكر وكاس ماء زهر هكذا، نخلط مليح باش نتحصل على انسيغو ايبي، ماشي سيغو يعني عقد عقد، لكن يعني السيرو تاعي ما يكونليش خفيف، خاطر لو كان السيرو خفيف وشي صرا راح نحط فيه الحبه نقطرها يقعد ما كي نحطو في السكر يرفد كامل هذاك السكر يولي لي حجره. دونك من الاحسن انسيغو يعني يكون متوسط ما تقيل بزاف ما يكون مايه باش السكر يشد في الحبه، لكن ايبي السكر إذا كان السيغو ايبي وحطت فيه الحبه واش راح يدير السكر؟ راح يسيح ما يشدش فيه، لكن بزاف ما راح يتماسك كثير يولي لي كيما نقولوا حنا بالدرجه يولي لي بلوكا. هلا نزيد ما زهر هلا هكذايا، جو ترومب الحبات هكذا نحطهم هكذا، نحي لو سيغو، ريحة الماء زهر ما شاء الله ما شاء الله. واش راح ندير؟ ناخذ سوبانا، واش ندير؟ راح نحي كامل الشربات اللي لو سيغو اللي راهو لاصق من تحت، لانه انايا واش نحتاج فقط لوجه السكر باش يعني يلصق لي من تحت، لازم لي اون تري فين كوش. دونك راح نحي زياده باش ما يجينيش يابس، فوالا نحيو هذا السكر ونجيبو السكر، هذا السكر منخول يعني راني صغيرته. دونك ناخذ الحبه ديالي نغطسها هكذا وهكذا، هلا ندير هكذا، راح نعبز مليح بيدي ماشي نعبز حتى نكسر الحبه، لكن برفق هكذا بشويه، ونخليها مده تقريب ربع ساعه باش نجبدها. لازم السكر ما نزيدش نحسو بودغ يعني ماهوش متطاير، راهو هكذا السكر كومباكت متماسك، يعني نعبز حتى شوفوا كيفاش تحصل على السكر هكذايا. شوف فوالا، نخليها قلنا 10 دقائق ربع ساعه، او ميم طون نروح نوجد انا فاش نحطو. نوجد صفاية صغيرة نسحقها الطبسي، ونبدأ نخرج الحبة بشوية بلا ما نكسرها. شوف كيفاش تخرج لي هكذايا اون ماس هكذا، ومن بعد نبدأ نحي بشوية السكر اللي زيادة هكذا. شوفوا لو جيست برك، كنت نحكي لكم من تحت انا ما نسحقش بزاف السكر من تحت، قد ما نحينا السكر يكون احسن. شوفوا شفتوا من تحت واش كنت نحكي لكم هكذا، نعاود نقلبو باش يجيني وجهه شباب، نحي كامل الزياده تاع السكر اللي ما نسحقهاش. صح نلبسو بالسكر نرجعو بيض، لكن هذيك الزياده وهذيك لابوس جي با بوزوان سا، هذه كامل زيادة السكر. دونك نمسحو شوفوا كيفاش هكذا الحبة، نزيد لها نرشها بشوية السكر جزء من فوق نغبرو، كان اللي يحبوه ليس وكان اللي يحبوه مغبر، فوالا هكذا ونحطها، نحطها زيد تشد روحها
ومن بعد باش نحطها في لومبالاج اللي حبيته. يعني بشويه ناخذ الحبه هكذا، شوفوا شوفوا هكذا، قلنا هذه من تحت ما تهمنيش، نحي كامل منها السكر، ومننا نخدمها بالليح بلا بوم دو لا ما وب الاطراف الاصابع هكذا. المهم نحي كامل السكر باش لي دوقا ما يقولكش معمره السكر. فوالا شوفوا شوفوا كيفاش تكون، شفتوا كيفاش تكون. من بعد رشه خفيفه بالسكر راح يلصق فيها هكذا من تحت من برا، ولازم تكون عندكم هكذا اون توت بوتيت باسوار اللي ما تخرجش بزاف السكر. فوالا دونك مشاهدينا انا حنكمل الجرك، نسكرو الله الله بالطبع والشان على قانيه، نسكر كامل الحبات تاع الجرك، وعلى بالكم هذه الكميه اللي درتها تخرج لي الله يبارك. دونك نتلاقاو بعد الفاصل في طبق التقديم. مشاهدينا من احلى الحلويات الجزائريه موجودة معنا اليوم اللي هو تشارك مسكر، ان شاء الله تجربوه وان شاء الله ترجحوا فيه. ونقول لكم يعني انا نصيحة، غير جربوه، بنين 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 بزاف بزاف بزاف. اذا نتلاقوا في حصة مقبلة ان شاء الله، دمتم بخير، مع السلامة.